اليوم حنا قررنا معاك نتكلموا على الميك اب بمختلف الانواع ديالو وكذلك حتى البشرات. كاين البشره اللي كتكون سمراء، البشره اللي كتكون لونها غامق او لا فاتح او لا ما بين بشرتين، كل وحده حنا ما كنمشيوش لو واحد ماكياج معين او لا كنشوف واحد السيده ماكات بواحد الشكل كنقول علاش حنا ما يجيناش، ما كنكونوش عارفين هذا الشيء. كيفكم كخبراء ديال التجميل ما كنكونوش عارفين واش بالفعل هذا التيم غيجينا او لا ما غيجيناش، هذه النوعيه ديال المكياج غتجينا ولا ما غتجيناش. حنا باش ندخل في التفاصيل وباش ندخل في الاسماء لان النطق ديالها تقني شويه ما نعرفوش ننطقو احسن منك. هذا تفضلي. عندك الحق بهذا القد بالنسبه للقضيه ديال لو تان سورتو لو تان ملي كتبغي تمشي تشري ان فون دو تان كتاخذ ان فون دو تان غالبا النساء هنا في المغرب عندهم مشكل انهم كياخذوا لو تان بلو كليغ كو لو تان ديالهم. نعم دونك ما فعوض ما تتعطي هي كتبغي تاخذوا فاتح باش كتعطي النضاره والاشراق سي لو كونتخيغ اللي تيوقع. الا خديتي بحال دابا جميله مثلا ما يمكنش ندير لها ان تان كليغ، هي سمراء خصني ندير لها ان تان اللي غادي يدويلها على وجهها ويخرج اللون الاسمر ديالها زوين. دونك غادي نمشي غناخذ نفس اللون ديالها في اون توش دورونجي باش تعطي ذاك الاشراق. لهنا ما تيتفهموهاش كتجي كتقول لك بغيت ان فون تان عطيه ليا فاتح، بغيت وجهي يولي بيض. غير معقول ان انسان وجهه فونسي سمر غيولي بيض، كيولي زرق ما كيوليش بيض، هذا المشكل. كما قلتي خاص الانسان يعرف يشري، وهذا الشيء علاش ضروري مهم انه يكون الانسان اللي تيبيع المكياج كيجيبوا ناس مختصين تيكونوا فاهمين وقارين الالوان اللي كتمشي كتنصحك. خاص تدخل محل المكياج كتطلب مساعده ديال السيده اللي كتبيع، هي كتعرف احسن من ايتها الناس غادا عارفه باش تنصحك. دونك كما قلنا غنهضروا على لي ديفيرونس تيب دو ماكياج اللي كاين. نعم عندنا اول حاجه لو ماكياج نيود العادي اللي كاين اي سيده تقدر ديرو كل نهار، كيكون لو تان لو فون تان، ودابا ولاو كما قلت لكم داك المره لي بيبي كريم خفاف اي وحده تقدر ديرو وتعطي لمعان تعطي لا بون مين في الوجه. ديك الساعات كتستعمل فون دو تان وكدير معاه غير شويه ديال الكحول ولا الماسكارا وشويه الفراجو وانجلوس، راه ماكي لو تان هو المهم. وهنا عاود تندخلو عندك لي تان، عندك لي ديكغادي سور لي زيو، عندك لو ماكياج الياباني اللي تيبغيو بزاف لي ماروكان مع انهم عندهم فكره غلطه شويه على الماكياج الياباني. نعم ملي كنشوفو على ماكياج الياباني في لا تيلي كنشوفو في التلفازه مغنيه لبنانيه ولا ممثله ولا هذا دايره ماكياج الياباني، هذيك راه دايره لهذاك البرنامج. نعم ولا لهذاك السهره. ما يمكنش ديري مكياج ديباني وتمشي وتخرجي بيه، وما يمكنش يجي مع اي وجه لانه خاصو واحد الفورمه ديال الحجبان سبيسيال. هما لا لاحظتوا كانوا يخرجوا على مود شي ما داك الحجبان عراض وغاديين غاديين لي طومب طالعين الفوق ما عندهمش لا فورم اركي هكاك، هما تيجيهم مكياج ديباني حتى يوصلوا كبير. هنا في المغرب ما عندناش هذا، دابا بيان سور الناس قلدوا وداروا. نعم خاص غير الانسان يعرف بلي ما نقلدش التقليد الاعمى، ما نمشيش نقول بغيت الماكياج ديال فلانه. نعم هي ممكن ولكن راه خاصها ان بروفيسيونيل باش يرجعك بحال فلانه اللي هضرنا قبيله سلمى عليه انه باش ترجع فيسيك كاينين سي دو لارتيستيك، هذا داخل في نطاق لارتيستيك. دونك كنصح لي فام اللي يبغيو ان ماكياج يمشيو عند ان بروفيسيونيل، راه غادي يقدر يواتيها متقرب لها بروفيسيونيل، ما تجيش وتحاول دير شي حاجه اللي ما غاديش تواتيها عاود ما تجيها مزيانه تخسر لها لابو ولا سيتها ما تكونش زوينه. واضح. طيب يعني في الاول هضرتي لنا على التالي انه مهم جدا اللي كيوافق البشرات كاملين، يعني هي دائما هذه اول حاجه كنبداو بها. غير نرجع لواحد النقطه ربما كنا تكلمنا فيها سابقا ندى، كاين اللي كيقول لك لا لو تان خاصو يدار في الاول كيقول لك لا خاصو يدار حتى الاخر، انا بزاف الناس كيمشيو غالطين في هذه المساله نعاود نوضحها لهم. انا انا ما غاديش ننتقد لي زوتر ماكياج حيت كاينين اللي كيخليو لو تان حتى كيخدموا العينين عاد كيديروا لو تان. صحيح علاش تيديروا بحال هكا؟ لانه كيخافوا ملي كيكونوا يخدموا العينين يطيح لهم، كاينين دي فاغا بوبيغ كيسيفخيت كيطيحوا كيخسروا الفون دو تان. هذا سي ان شوا، قلت لك ما ننتقدش ان اوتخ ماكياج لان كل واحد طريقته، ولكن انا بالنسبه ليا من القواعد ديال الماكياج انه خصك ملي ديري لو تان تديريه هو الاول
وخاصك ملي تكون تسمعك العيني خاصك تكون عارف شنو تدير، ما يطيحلكش نورمالمون كون تي سير فيغ ما يطيحش، وغادي يبقى الماكياج عندك. بالنسبه لو تان قلت لك كاين مختلفين لي فون دو تان، كاين اللي كيدار لابو سيش اللي كانت البشره جافه، كاين دي فون دو تان ايدغاتون كنديروهم ها هما تيعطيونا الرونق اللي بغينا، و اون ميم طون كيغديو البشره. كاين اللي كتكون عندها لابو غراس دغيا كدات الماء، واخا تدير ماكياج داكشي شويه كدات الماء، تبان لك في لي فوتو وجهها تيه الماء. هذيك كاين فون دو تان مات، كاين ماتي فيه كيسد لي بوغ ما كيخليش لو سيبوم يخرج، وكاين دابا عاود خرجوا لي فون دو تان ديال لي بو ماتور اللي زعما اللي فوق سن الأربعين ديال لي غيد تيكون فيه الكولاجين وهذا وهذا حتى هو مزيان. دونك هذا مسألة عرفتي سي ان موند فاست كاين بزاف ديال الاشكال والالوان، واختيار تيكون صعب، داكشي علاش خص الانسان يكون متخصص وعارف باش يختار.